أستاذ عماد الدين حسين، لو حضرتك تتفق مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، هل نحن فعلا في معركة توعية للإنسان المصري؟ ولو كان ذلك، إيه أهم المحاور اللي لازم نحط إيدينا عليها إحنا كإعلاميين وغيرنا من المؤسسات؟ أنا متفق مع جزء كبير من اللي قاله ياسر، بس معركة الوعي أنا أظن عدد كبير من شعوب العالم مش مصر بس عندها نفس المشكلة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. ما أثرتش علينا وحدنا، أثرت على العالم بطرق مختلفة وبتأثر على أكثر على الدول اللي هي في مراحل الانتقال. يمكن الأوروبيين مش هيشعروا بنفس المشكلة اللي فيها العالم الثالث أو العالم النامي بحكم إن عندهم الدول تأسست وعندهم مؤسسات ثابتة وراسخة، فما فيش مشكلة. إحنا مرينا في فترة، مصر والمنطقة العربية، فترة صعبة جدا، فترة من 2000 من نهاية 2010 في المنطقة العربية ربما لحد دلوقتي بعض الدول، عندنا دول تفككت، دول فشلت، دول تلاشت، دول مهددة بالزوال، عندنا لسه صراعات على الهوية في المنطقة، لسه الناس بتتكلم على سنة وشيعة أو ماروني وكاثوليكا أو شيعة وسنة، كلام كتير جدا أوروبا حسمته من القرون الوسطى وبدأت تسير، فإحنا عندنا مشكلة في المنطقة كلها. فبالتالي الوعي سهل جدا إن أنت في معظم المنطقة بحد مهيأ عنده شوية فلوس كويسة وعنده أجندة يقدر يأثر فيه. والدليل أن جزء من ثورات الربيع العربي كانت فيها جزء مخطط من الهندسة الإلكترونية إذا جاز التعبير. فبالتالي هيكون عندك صراع طول الوقت في مصر وفي دول كثيرة جدا كيف تؤسسين وعيا حقيقيا. الوعي الحقيقي أنت محتاجة تبذل عليه جهد، مش الإعلام بس. الإعلام مظلوم طول الوقت أنه هو المتهم في كل شيء، من أول جريمة إسماعيلية للولد شال رقبة الولد لحد أي حاجة تانية. الإعلام ينقل الأخبار، ما بيخترعش حاجة. ممكن يبقى في غياب الأحزاب السياسية الحقيقية والقوى والمجتمع المدني الحقيقي هو اللي بيتقدم وبيقعد مهمات غيره، لكن المشكلة اللي بيعيشها جزء كبير جدا من الوطن العربي ومصر من ضمنه أنه التعليم ما بيقومش، المدرسة والأسرة والنقابة والمؤسسة وكل ما هو مجتمع مدني والحزب لا يقوم بدوره الحقيقي والكامل. فبالتالي كله بيجي، يعني الإعلام هو اللي بيحاسب على كل المشاريف في الآخر. أيوة. فبالتالي الإعلام هو يعني قد يكون جزء من المشكلة لكن هو مش المشكلة.